الخط العربي خلاني نرسم و نكتب و استغلت به في لوحات لدرجة أنني نحطه على الخشب. حتات بالخط العربي اللي كانت فكرة ما بقدرش نقول هي الأولى في المغرب ولا في العالم ولا ما عرفت شنو. المهم فكرة جديدة باش ينحت الواحد الخط العربي، وفكرة جديدة بالفعل يعني، يعني غتكون مستحسنة يعني جديدة ومقبولة، يعني حاجة كتكون جديدة على هذا كتكون مقبولة. والحمد لله شاركت بها في مجموعة ديال المهرجان، تظاهرات مهرجانات تظاهرات ملتقيات، خرجت بهم على برا والحمد لله. يعني استحسان يعني كل ملتقى كيجيب لي جوج ملتقيات وهي ماشا، باش الحمد لله وصلت واحد في سنة وحدة 8 ديال المشاركات.